افندم. انت لسه برضو من غير بنطلون؟ هنهزر؟ لا دي حريه شخصيه، انا ما اقدرش اعمل كده. بعدين تعالي هنا. ازاي تخشي عليا المكتب كده، مكتب رئيس الشركه وصاحب الشركه كمان، من غير ما تخبطي ولا تقولي لو سمحت انا داخله؟ اخبط؟ اخبط ليه؟ حضرتك ناسي ان انا كنت بايته عندك في الاوضه امبارح؟ فاكره جميله. مش قادره تنسي انت طبعا. ها بس امك كانت بترفص، مش فاهم ليه. على فكره بقى انت قليل الذوق. على فكره بقى انا ذواق جدا. وكمان الست والدتك. اشمعنى؟ اوعى تكون فاكر ان انا هشتغل هنا، انا قلت كده بس عشان هي استفزتني، لكن انا ماشيه. غوري في داهيه. اوكي. اوكي. تعالي هنا جميله، تعالي هنا. انت بتصدقي ليه؟ وانا ليه كل واحده اقول لها روحي غوري في داهيه تمشي كده وتسيبني؟ انتوا بتفهموني غلط ليه؟ انت غريب قوي على فكره. على فكره انت اغرب جدا على فكره. انت ازاي مستحمل نفسك يا ابني انت؟ عشان انا عايش معايا. مش عارفه انت ازاي مستحمل امك تتحكم فيك بالشكل ده. عشان دي امي وده تحكم ام لازم اقبله. انت انسان ما عندكش شخصيه. صحاب كتير قالوا لي اجمل انت ما عندكش شخصيه وما زعلتش. وامع؟ لا لا يا جميله، انا مش امع، انا اجمل يا جميله. انا مش عارفه امك خايفه عليك على ايه. عشان انا امور قوي. انت اخرك اصلا البنت المفشوله اللي هتموت وتتجوزك دي. محدش هياخد مني حاجه غصب عني يا جميله. واوعي تنسي ان انا مدير الشركه. احترمي نفسك، عيب. ايه نسيتوا نفسكوا؟ انا داخله تقول لي انا القديمه والجديده وانت جايه بس انت عندك حق يا جميله، عندك حق. انا فعلا فعلا زي ما انت بتقولي، معاك حق في كل الكلام اللي انت بتقوليه. انا مفيش حد اعرفه الا مال عليا كده قال لي اكمل انت مالكش شخصيه. قلت لهم ان شاء الله هيبقى ليا قريب، قالوا لي لا استعجلوا عليا. انا لوحدي يا جميله، لوحدي لوحدي. ماما ضغطاني وبابا ضغطني وكل حاجه في الشغل ضغطاني. عشان ايه؟ وبعدين انا مش هينفع ما انفذش كلامها، دي امي امي يعني امي. انا مش هنسى اللي انا اتعلمته. امي نداء ومحبتك، بل ان كل الحب ام. امي عطاء زاخر في فلدها فلز كزم، في فلزها فلز كزم. فاهمة فاهمة يا جميلة؟ أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ خلاص أنا آسفة. لا يا جميلة أنا أتعس واحد في الدنيا. خلاص بقى حقك عليا. لا لا أنا ما حدش حاسس باللي جوايا يا جميلة. طب خلاص أنا فهمت. أنا ما فهمتش. ما فهمتش يا جميلة. خلاص بقى طيب ما تخلينيش أكره نفسي. لا اكرهي اكرهي يا جميلة، عشان أنا كمان بكره نفسي يا جميلة، مش عارف أعمل إيه. وبعدين دي أمي. يعني أمي يا جميلة أعملها إيه؟ اعتبر إن مفيش حاجة حصلت. لا ما هو حصلت، مش حصلت يا جميلة. معلش سوري والله سوري، بس أنا مفيش حد جنبي يا جميلة. فترة كبيرة جدا قاعد في الشركة الطويلة العبيطة دي وبنخسر بنخسر يا جميلة. أنا بخسر كل يوم بخسر. خلاص معلش معلش خلاص بقى. الحمد لله الحمد لله. يعني انت خلاص كده مش هتمشي من الشركة؟ لا مش همشي. طيب الحمد لله. لازم اعيط، لازم اعيط عشان ما تمشيش من الشركة جميلة. يعني انت ممكن تقبلي بقى عزومتي على غدا ماشي؟ لا انت كده بقى بتمثل، وانا انا خلاص همشي. لا لا جميلة تمشي ايه؟ طب وانا كل ما اقول لحد يتغدى معايا يفتكرني ان انا بمثل؟ خلاص بقى خلاص. انت عارفه ان انا مقصر، يعني اسف اول مره ابكي قدام حد فعلا. بصي قد ايه الحمد لله. بقول لك انا اول مره افضفض قدام حد كده الصراحه، وافرفر قدام حد بالشكل ده بصراحه. وبجد يعني اختارك للقميص بس برضه محمل لي حاله مش عارف ليه. فانا متشكر قوي جميله على اللحظات دي. اتفضلي على مكتبي. اتفضلي. وهتنسي ان انا صاحب الشركه يا هانم. ده انا هرسمه كاريكاتير الكلام اللي قلناه ده. صباح الخير يا انسه جميله. صباح النور. مستر اكمل. هو انا كاين العمر اوعى كده. جميله 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 الحقي الحقي.
مش انا امبارح انا وبابا كنا قاعدين بنتكلم في الموضوع بتاعك وقلت له ان جميله ملهاش دعوه وجميله وبابا ما عملتش حاجه وجميله دي بنوته جميله كيوته. قال لي خلاص يا اكمل خلاص يا حبيبي احنا بكره نروح لمامتها ونعتذر لهم ونجيب لهم حاجه حلوه بمبلغ كبير جدا. قلت له ميرسي يا بابا والحمد لله. لا يا اكمل هو مفيش داعي. لا في داعي لان انا وبابا عملنا مجهود كبير جدا امبارح. تيجي تضيعي انت في لحظه مفيش داعي خلص الموضوع خلاص. انا بقى اروح لبابي واقول له خلاص يا بابا انا رحت كلمت جميله وقالت لي لا مش عايزين حد يجينا بلا باباك بلا عرف. ايه ده انا قلت كده؟ اه اكمل هو انت مش فاهم يعني الفكره بس ان الست والدتك يعني ممكن جميله تشيلي ماما من دماغي خالص ممكن مش انا ابنها مش لاقي لها تفسير والله انا خايف ادور الاقي دي مش امي متبنيين مثلا. بص يا اكمل انا مش حطها في دماغي بس انا مش عايزاها تبقى متضايقه خصوصا ان احنا بقينا جيران وكمان انا بشتغل معاك هنا. يا جميله ماما هتتضايق هتتضايق والله صدقيني انا عارفها اكتر منك ده في اي مناسبه عندنا بنلاقيها مكشره قوي كده في يا ماما فرحانه فرحانه يا حبيبي كده بتبقى عامله كده جميله. اكمل انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. لما تيجي نخش المكتب هو انت على طول كده؟ بس مش هينفع هنا كده انت جريئه قوي. اكمل انت اوفر قوي على فكره اديني فرصه اقول لك. ايه يا جميله عايزه ايه؟ الخوف اللي مامتك بتخافوا عليك ده خوف مرضي. يعني انا هتعدي؟ مش عارفه هتتعدي ولا لا بس لازم تتعالج. انا ولا ماما؟ ركز معايا يا اكمل مامتك هي اللي عيانه مش انت. في ايه يا جميله؟ انت عايزه تكرهيني في امي؟ اه يا جميله انت كده بتضغطي على نفسيتي فانا اروح البيت اقعد افكر كتير ماما خانقاني ماما عامله لي دوشه ماما مش عارف ايه قوم جاي داخل عليها البيت قوم جاي خانقها لحد ما تموت. او ماي جاد زي ما انتوا زي ما اتعرضوا لكم كده. ايه ده الله الله حلو قوي اللي انتوا عاملينه ده. لا يا رشيمه والله ده هي اللي جايه من غير بنطلون. ايه رايك بقى اروح اجيب لكم اتنين ليمون خلاط وعصفورتين كده خلي الجو يحلو. هو الجو بيحلو بالحاجات دي؟ دي قديمة قوي. بقول لك ايه؟ احترمي نفسك احسن لك. مش كفاية يا بنت اللي انت عملتيه في البيت جاية ورانا حد الشركة؟ لا انت شكلك كده ما حربتيش من المرة اللي فاتت وعايزة تتربي. لا جميلة انت استعجلتي. مين استنى انت لو سمحت. نو انا متربية امي كويس قوي انت اللي عايزة علقة تخرج من نافوخك. هرشيمة في ايه؟ انت مش محترمة ان في ابن خالتك واقف؟ هو فين؟ فين ايه؟ هرشيمة هرشيمة ايه هتاكليها زي البنت اللي فاتت؟ دي بالاحمر اللي هي لابساه ده انا عاملها معامله الكاتشب. حلوه تاكل مين يا حبيبي والكاتشب ايه؟ انا هربيك. بس ايه العبط ده؟ ايه العبط ده اللي انا فيه ده يا رب؟ بس يا رشيمة يا رشيمة امشي معايا امشي يا رشيمة خلاص يا جميلة خلاص بس يا جميلة بس خلاص عيطي مش عايزة اعيط خلاص عيط يا عم وسع كده مستر اكمل بس في انت بتتفاجئ ليه بيا كل مرة يا عم مستر اكمل ايوه انا مستر اكمل